الحماسية العميقة اللي تفضل بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. بعد ما سمعنا للكلمة هذه وما ضملته من معاني، بعد ما شفنا اهتمام سيادة الرئيس بالحالات الاجتماعية اللي صارت في سيدي بوزيد، بعد ما شفنا زيارة سيادة الرئيس إلى المواطن محمد البعزيزي اللي حاول قتل نفسه حرقا في سيدي بوزيد في الأسبوع الماضي، بعد ما شفنا كل هذا الكرم، بعد ما شفنا كل رحابة الصدر، اجتمعنا اليوم في دار التجمع الدستوري الديمقراطي. التغيير والحزب المصطلع بأعباء الحكم في تونس. اليوم سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أعطى درس في رحابة الصدر، أعطى درس في قوة التأصيل، أعطى درس لكل التونسيين اللي هو وحده الأب الحنون لأبنائه أبناء الشعب التونسي، أب حنون يحتوي أخطاء أبنائه ويحتوي انزلاقات أبنائه اللي مسؤولة ويحتوي الإزمات اللي يمكن أن يبثها أيا كان في تونس لغايات رخيصة لغايات سياسوية ضيقة. سيادة الرئيس اليوم أجابة على كل التشكيكات، أجابة على كل التساؤلات، أجابة على كل المناوئين اللي انصرفوا في الأسبوع هذايا للتشكيك في مكاسبنا، للتشكيك في اللي حققته بلادنا، للتشكيك للمسار التنموي وللدفع التنموي اللي عاشته تونس منذ التغيير. الناس هذوما استغلوا حادثة بسيطة معزولة تنم عن ضعف شخصية أحد الشبان ووجوده تحت تأثير حالة نفسية سيئة، استغلوا الضعف النفسي هذا للشاب لكي يركبوا على الأحداث، لكي يوظفوا هذه الحادثة إعلاميا وسياسيا، ولكي ينصبوا أنفسهم حماة للشعب التونسي وحماة لمشاغل الشعب التونسي في وقت اللي كانوا هذم يتمسحوا على أعتاب السفارات وجنداتهم ملقينا بالمواعيد مع الأجانب للاستقواء بالأجنبي وما عندهم حتى علاقة بالشعب التونسي. كان الرئيس بن علي يعمل ويكد ويجد ويعمل في القرارات ويتخذ في الإجراءات ويقول شنو اللي يلزم للشعب التونسي وكيفاش نحسنوا معيشة الشعب التونسي وكيفاش نحسنوا ظروف عايش الشعب التونسي، كيفاش نوفروا مواطن الشعب